في هوامش الوقت والمكان. من يستطيع فك أحجيات الحلم السريالية من متاهات اللاوعي المتخم بالرموز والإشارات؟ بعض الناس يرون في أحلامهم تعويذات ومعجزات، والبعض الآخر يزورهم أنبياء وقديسون ومجانين. أما أنا فابتلعتني زهرة عباد الشمس ذات حلم في ليلة مضيئة بالنجوم. رأيت فينسنت وأنا صغير، لم ينبس ببنت شفا، ولم يبح لي عن هذيان الحصاد في حقول القمح أبدا، ولم يقطع لي أذنه الحالمة بأسرار اللون وارتعاشات البنفسج. وحينما صحوت لم أجد سوى سرير مبلل بالأصفر لطفل صغير كان أنا قبل أن يشتعل غليون فينسنت بملامحي. عزيزي فينسنت، بعد أكثر من قرن على رحيلك نحو الربيع، وأربعة عشر عاما على مرورك الطارئ في حلمي، أدركت أن الأحلام ستبقى معلقة كلوحة على جدراننا الرمادية الخاوية إلى الأبد، وكذلك كلماتنا التي يتهمها الحمقى بالجنون في كل الأزمان، وعلى امتداد أرصفة الارتحال تتكرر غربتنا وآلامنا وبحثنا الشقي عن ضوء الشمس. أدركت أننا لسنا سوى زهرة مترنحة تحج لحقول الشمس في ليلة لا تنتهي. على الشمس سألقي التحية من جديد، على الجدول الذي كان يجري في، على الغيوم التي كانت أفكاري الطويلة، على النمو المؤلم لأشجار حور الحديقة التي كانت تعبر مع الفصول المقفرة، على أسراب الغربان التي كانت تهديني عطر الحقول الليلية، وعلى الأرض التي كانت تملأ روحها اللاهبة بالبذور الخضراء شهوتي في التكرر.
عزيزي ثيو، إلى أين تمضي الحياة بي؟ ما الذي يفعله العقل بنا؟ إنه يفقد الأشياء بهجتها ويقودنا نحو الكآبة. إنني أتعفن مللا لولا ريشتي وألواني التي أعيد بها خلق الأشياء من جديد. كل الأشياء تغدو باردة وباهتة بعدما يطأها الزمن. ماذا أفعل؟ أريد أن أبتكر خطوطا وألوانا جديدة غير تلك التي يتعثر بصرنا بها كل يوم. كل الألوان القديمة لها بريق حزين في قلبي. هل هي كذلك في الطبيعة؟ أم أن عيناي مريضتان؟ ها أنا أعيد رسمها كما أقدح النار الكامنة فيها. في قلب المأساة ثمة خطوط من البهجة أريد لألواني أن تظهرها. في حقول الغربان وسنابل القمح بأعناقها الملوية وحتى حذاء الفلاح الذي يرشح بؤسا ثمة فرح ما أريد أن أقبض عليه بواسطة اللون والحركة. للأشياء القبيحة خصوصية فنية قد لا نجدها في الأشياء الجميلة، وعين الفنان لا تخطئ ذلك. اليوم رسمت صورتي الشخصية، ففي كل صباح عندما أنظر في المرآة أقول لنفسي: أيها الوجه المكرر، يا وجه فانسان القبيح، لماذا لا تتجدد؟ أبصق في المرآة وأخرج. واليوم قمت بتشكيل وجهي من جديد، لا كما أرادته الطبيعة بل كما أريده أنا أن يكون. عينان ذئبيتان بلا قرار، وجه أخضر، ولحية كألسنة النار. كانت الأذن في اللوحة ناشزة، لا حاجة بي إليها. أمسكت الريشة، أقصد موسى الحلاقة، وأزلتها. يظهر أن الأمر اختلط علي بين رأسي خارج اللوحة وداخلها. حسنا، ماذا سأفعل بهذه الكتلة اللحمية؟ أرسلتها إلى المرأة التي لم تعرف قيمتي وظننت أني أحبها. لا بأس، فلتجتمع الزوائد مع بعضها. إليك أذني أيتها المرأة الثرثارة، تحدثي إليها. الآن أستطيع أن أسمع وأرى بأصابعي، بل إن إصبعي السادس الريشة تستطيع أكثر من ذلك. إنها ترقص وتداعب بشرة اللوحة. أجلس متأملا. لقد شاخ العالم وكثرت تجاعيده، وبدأ وجه اللوحة يسترخي أكثر. آه يا إلهي، ماذا باستطاعتي أن أفعل قبل أن يهبط الليل فوق برج الروح؟
الفرشاة، الألوان، وبسرعة أتداركه ضربات مستقيمة وقصيرة، حادة ورشيقة، ألواني واضحة وبدائية، أصفر، أزرق، أحمر. أريد أن أعيد الأشياء إلى عفويتها، كما لو أن العالم قد خرج تواً من بيضته الكونية الأولى. ما زلت أذكر، كان الوقت غسقاً، أو ما بعد الغسق وقبل الفجر. اللون الليلكي يبلل خط الأفق. آه من رعشة الليلكي. منذ ذلك اليوم وأنا أحس بأن سعادة ستغمرني لو أن ثقبا ليلكيا انفتح في صدري ليتدفق فوق البياض. يا لرعشة الليلكي. الفكرة تلح علي كثيرا، فهل أستطيع ألا أفعل؟ كامن في زهرة عباد الشمس. أيها اللون الأصفر، يا أنا أمتص رحيقي من شعاع هذا الكوكب البيج. أحدق وأحدق في عين الشمس حيث روح الكون، حتى تحرقني عيناي. شيئان يحركان روحي، التحديق في الشمس وفي الموت. أريد أن أسافر إلى النجوم، وهذا البائس جسدي يعيقني. متى سنمضي نحن أبناء الأرض حاملين مناديلنا المدمات؟ ولكن إلى أين؟ إلى الحلم طبعا. أمس رسمت زهورا بلون الطين بعدما زرعت نفسي في التراب، وكانت زنابل خضراء وصفراء تنمو على مساحة رأسي، وغربان الذاكرة تطير بلا هواء. سنابل قمح وغربان، غربان وقمح. الغربان تنقر في دماغي، كل شيء حلم، هباء أحلام، وريشة التراب تخدعنا في كل حين. قريبا سأعيد أمانة التراب وأطلق العصفور من صدري نحو بلاد الشمس. آهٍ أيتها السنونوة، سأفتح لك القفص بهذا المسدس. القرمزي يسيل، دم أم نار؟ غليوني يشتعل، الأسود والأبيض يلونان الحياة بالرمادي. للرمادي احتمالات لا تنتهي، رمادي أحمر، رمادي أزرق، رمادي أخضر. التبغ يحترق والحياة تنسرب. للرمادي طعم مر بالعادة نألفه ثم ندمنه، كالحياة تماما. كلما تقدم العمر بنا غدونا أكثر تعلقا بها،
لأجل ذلك أغادرها في أوج اشتعالي. ولكن لماذا؟ إنه الإخفاق مرة أخرى، لن ينتهي البؤس أبدا. وداعا يا ثيو، سأغادر نحو الربيع. Lots of places, 10 last million, at 22.5 million pounds, at 22,500,000 pounds for the last time. Van Gogh, La Moisson en Provence. We will start this at 6,500,000 pounds. 6,500,000. 6,800,000 pounds now. 7 million. Last chance, 8 million. Your bid, Didi. Well done. So, thank you very 16. Much. By Vincent van Gogh, La Maison Jaune, Henaal, from 1888. At $1,900,000. $2 million now. You know how small. 2 million. 3,600,000. 3,600,000. 3,700,000. With Lloyd. 4,750,000. Still with Lloyd. At $4,750,000. Like your bidder, at $4,750,000. سأجيء سأجيء بضفائري تتمة الروائح تحت التراب، بعيني التجارب السميكة للعتمة، بالجنبات التي قطفتها من أجمات خلف الحائط، ومن هناك أنا ألقي التحية من جديد على المحبين وعلى الفتاة ما زالت واقفة هناك، ما زالت واقفة هناك في العتبة الزاهية بالحب، شهوتي في التكرر.